بدي رحب بالمخرج ناجي سوراتي، اهلا وسهلا فيك، وكمان بالكاتب نصر الصايغ. يعني عاده بنشوفك بالبرامج السياسيه، اليوم استثناء لنا ولك. بس هون احسن اكيد، ما في شك، العاده عندنا دائما مريحه. مش استثناء له. يعني شفنا مشاهد من المسرحيه، اول شيء المسرحيه باللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه بثلاث لغات. بس ناجي التعبير عندك مش بس بالنص، يعني هون عم بيكون في اخراج مسرحي، عم بيكون في تعبير بالرقص، عم نشوف كمان اخذ الفن الدرويش اذا فينا نقول هيدا، محولهم لشيء اجنبي. يا ريت بتخبرنا عن هالمسرحيه اخراجيا يعني من نظرة المخرج. أولا برأيي أنا ما فيها رأس، فيها بس قصة الدراويش يلي هي قريبة للرأس، ونحن إذا بدك كأنه اقتبسنا قصة الدراويش واشتغلنا عليها بغير طريقة. نعم. نحن أكيد مش عم نشتغلها باحتراف مثل الدراويش الحقيقيين. السبب يلي خلينا نشتغل على الدراويش أنه نحن اشتغلنا على العنف. نعم. وأول شيء بس فكرنا نلاقي نقيد العنف فكرنا بالملائكة، بعدين ذكرنا انه الملائكه هن كمان محاربين، بقى لقينا انه بالايام الصليبيين كانوا المولويين والدراويش يرقصوا يبرموا هيك تيتوحدوا مع الله وتحتى ما يروحوا يحاربوا. كمان خبرونا انه ببطاقه الدعوه في ارشادات بتقول للاشخاص اللي حابين يروحوا يحضروا المسرحيه قد ايه في وقت من الباركينج لباب المسرحيه، اللي العالم تتاخر تيوصلوا على الوقت. لا، نحن عندنا الناس ما بتتاخر، بس نحن بنبلش على الوقت. اوكي، اذا حلوه هي، عجبتني هي الحديث. تاخروا بيبقوا برا. زبطت هلا هون ورجعت بعدين نروح على بيتنا. لا، هي القاعده، اللي بيتاخر ما بيفوت. ليش؟ احتراما للمسرح، احتراما للي اجوا على الوقت، واحتراما للممثلين يلي عم بيركزوا على المسرح، واذا منعوقهم ما بعود ادائهم عنده نفس الاحساس اذا بدك. استوحيت من كتاب القاتل انحكى حتى تطرح شو؟ تطرح اسئله، تفرجي العنف، تقدم شيء مؤثر مثل ما شفنا كمان اخراجيا هلا بالمشهد يلي شفناه. استوحيت اولا من نصر الصايغ. نعم. نصري صديق، نحن دائما نستوحي منه. نصري صديق، بعرفه من زمان ومش اول مره بستعمل نصوصه، وحتى يعني بال 2002 استعملت نصوص من بولينج في بغداد، ثلاث احلام. نعم. احلام الاطفال العراقيين. وحتى لما ما استعمل نصوصه بستوحي منه لانه بحكي معه. ودائما بكون عم بشتغل على شيء وعندي مشاكل بالخلق بتسائب بنلتقى سوا وبس نحكي. هيدا نصري بيعطي كتير لأنه صادق من جوا. أستاذ نصري، مثل ما ذكر ناجي أنه مش أول مرة بيستعير منك نص بيحوله لمسرحية إذا فينا نقول، قد في تقارب فكري بينك وبين ناجي؟ دي صحيح جملة، هو لا يستعير نص، هو يقرأ نص وأكيد بيخلق. نحن على سبيل هيك لا أنه لا، أكد على نقطة مش مجاملة أبدا، هو يقرأ نص ومن ثم يخلق من النص مسرحي. شكلا مسرحيا يتناسب مع هذا الكتاب من خلال روحيته وقليل من خلال يعني نصه. يعني بيستوحي من كتاباتك. يعني خلينا نقول هي قاعدة الحلم وقاعدة العمل عنده، مش استيحاء بقدر ما، لأنه بالنهاية الوحي الداخلي اللي عنده إياه يعيد إبداع الأشياء اللي أنا ما أنا موجود عندي بالكتاب. أنا موجود عندي نص. نعم. هو كيف ممكن ينقل هذا النص إلى مستوى المخيل ومن ثم إلى مستوى المشاعر وبعدين يصنع منه من عين المخرج. بالضبط، وهذا من هذا أنه استيحاء ليس من النص بقدر ما هو من مخيل ابتلعت هذا النص ومن ثم أعادت صياغته وقدمته بشكل راقي جدا ألترا مودرن، يعني بمعنى أنه بحيث أنه في الواحد يعني يقول ما أريان الكتاب، في يقول واحد ما قريان الكتاب، ما في فيكم ما قريان الكتاب. نعم. مش ضروري يكون كتاب القاتل انحكى، بيكفي هذا المشهد اللي هو تقديم ناجي سوراتي لحتى يقول انه هذا العمل في 99.99% هو من شغله، مش من النص، نص فقط هو البرداية اللي خفت اذا صح التعبير، هو البرداية اللي تخفي هذا العمل المشهدي. مش هالقد نص، خليني بس لما انا هذا احساسي، اتركنا نسمع الوصف. هذا احساسي، وحتى انه تمنيت عليك في بعض اللحظات بين احدى التمارين. نعم. انه بليز فيك تستغني عن النص، قد ما حسيت انه المشهد المسرحي كثير قوي، المشاهد المتتاليه
فيها الكثير من العنف، فيها الكثير من الحنان مع بعضهم البعض، بحيث هذا التزاوج ما بين الحنان وبين العنف بكافة حركات الإيمائية والحركات الجسدية نعم. والأدوات المستعملة والإضاءة إلى جانب كمان. الموسيقى والغناء والأداء، عملوا شيء آخر مختلف، لأنه الكاتب شو بيعمل؟ حرف أسود على صفحة بيضاء نعم. وبيقراها واحد لحاله. هذا ليس حرف أسود على صفحة بيضاء، هذا حياة، شكل من أشكال الحياة، عمال بيقدمه قطعة مجسمة بحركة متصاعدة، بحيث أنه الواحد بس يخلص من المسرح يقول بياخذ نفس شو حلو. لا شو هي؟ ايه ما عم بقول لك بياخذ نفس شو حلو. ما في ناس ما ناموا. حلو. نعم. يعني واضح من المقطع الصغير اللي شفناه، ناجي بدي نعم. بعد وضح بس شغلة بالنسبة للنص. أنا بس بلش أشتغل على المسرح، بلش أشتغل مع الموسيقى. مع الممثلين والموسيقى. وبعتبر إنه شغلي هو خلق جماعي، وأنا محظوظ كثير 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 إنه معي فريق بيشتغل بطريقة بتاخذ العقل. مين هن اللي مشاركين بهذا العمل؟ اللي مشاركين بالعمل هن طلاب من عندنا من الأيو، الجامعة اللبنانية الأمريكانية، هذا العمل عمل للأيو. نعم. نذكر كمان انه غولبينكيان هو بقلب المسرح، بقلب الآلي بالكامبس ببيروت. سو عندنا طلاب من الجامعه، عندنا خريجين من الجامعه، وعندنا طلاب من غير جامعات، وعندنا محترفين كمان عم بيشاركوا معنا. بقى كل هالناس بيكونوا فريق عمل يلي هن بيشاركوا بالخلق. هلا بس نوصل لمرحله معينه من الشغل بنحس انه ناقصه شيء الشغل، هون منلاحظ انه اوقات بكون ناقصه نص. انا في اعمال اشتغلتها بلا نص، بس هيدا العمل انا ما بوافق نصري ما كان قدر وصل بلا نص. يعني نوصل لمحل بده قاعده يقعد عليها، يرتكز عليها العمل، بده شيء يكمشوا بين بعضه، وهيدا الشيء هو النص. بكلمتين فيك تخبرنا شوي صغيره عن القصه، قصه المسرحيه؟ ما في قصه. أنا من زمان كتير، آخر مرة خبرت قصة بمسرحية كان بال2001 يمكن. ما بقى خبر قصة وما في شخصيات معينة. أنا يعني شو كان الهدف إذا ما بدك تخبرنا؟ شو كان الهدف تبع المسرحية؟ الهدف أنه أنا بعبر عن حالة معينة، عن هواجس نحن عايشينها، وبطرح أسئلة بحب أنه نتداولهم نحن والجمهور. ما عندي رسالة، ما بدي أعلم حدا يعمل شيء، أنا ما بحب حدا يعلمني شو أعمل وكيف أعمل وليش أعمله. بس في عندي هواجس، وأنا بفتكر هالهواجس موجودة عند الناس كمان بشوفوها بالمسرح، اللي هي العنف الموجود عند اللبنانيين واللي مارسوا على مدى سنوات وما حكوا عنه، خبوه. إجا هو قال لهم لا، هذا هو العنف تبعنا، هي العنف اللي عايش بس معنا بس بلبنان بالوين ما كان. لا لا، كان القصد هون. ايه نعم. المخرج ناجي سوراتي يعطيكم ألف عافية، والكاتبين الكاتب نصري الصايغ، ناجي سوراتي عفوا، والكاتب نصري الصايغ، نشكر حضوركم عنا بحلو ومرة.